عايز جهاز جيمز، عايز جهاز برامج، عايز جهاز يشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه، اتفرج معايا لاخر الفيديو عشان تعرف المواصفات والسعر في الجون ام اس اي بفيجا 8 جيجا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير. النهارده عندي جديد طازه من شركه شمس لخدمات الكمبيوتر على ام اس اي جيمنج. ام اس اي جيمنج بقى حاجه كده شياكه، شياكه بمعنى كلمه شياكه جيمنج. المواصفات بتاعته ام اس اي الجي اس 65، المواصفات بتاعته الكور اي 7 الجيل الثامن 8750 اتش، برامات 32 جيجا رام 4، هارد بيبقى 512 اس اس دي. الجهاز بيبقى فيه كارتين شاشه، كارت شاشه انتل وكارت شاشه انفيديا جي تي اكس ال 1070. ال 1070 بيبقى 8 جيجا وبيقلى مع الرامات، يعني كارت شاشه 8 جيجا يشغل معاك برامج، يشغل معاك العاب زي ما انت عايز. طبعا شاشه 15.6 من 144 هرتز. طبعا كيبورد الترا سليم، كيبورد ار جي بي يا جماعه، كيبورد ار جي بي. اجهزه طبعا حاله الزيرو، حاله الزيرو زي ما انتم شايفين. جهاز بيشتغل 24 ساعه بال 24 ساعه، وعرض حصري من شركه شمس والفتره محدوده 33000 جنيه لفتره محدوده. الجهاز بيخرج مع الشاحن الاوريجنال بتاعه وعرض حصري من شركه شمس. والسلام عليكم.